بغينا نحيدو جوج د النقاط مهمين باش تعرفوا رشيد العمارتي ماشي الهضره. عندي نقطة كتهم الحماية ديالي الخاصة، وأنا أطلب دائما الحماية من الله ومن رسول الله، لا أهاب أحدا بشرا مثلي مهما كان كيفما كان. اللي تعرضت له أنا من أخ النشوة غيره ذاك السنة، وكان راه مض عملت عشرات المرات، ولكن ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في آجامها تجني، من يعتصم بك يا رسول الله شرفا إن تلقاه الأسد في أجمها تجهم. أنا كنعلمك أخا نوش، وداك لي زومبي اللي معاك لا كليك ديالك كلها كلها ماشي في المغرب، عندك سابق بنيسي اللي هو صديق ديالي واللي هو كيخبرني على الصغيرة والكبيرة على السليب ديالك حسن المغاربة اللي كتلبس السليب، ما كاينش شي حاجة اللي تمس الشعرة ديالي. انا حامل عمر ما بديت الجنسيه المغربيه، عمر لا في دبلوماسي ولا ولا ولا، حامل ترخيص خاص بجواز خاص الى الموت بيرمانون من يومين رايت واتش، وهذه وحده وعندي الحمايه ديالها برجال فين ما كنت، وانا مستشار الاول وعضو فعال في المجلس الاعلى الهيئه العليا ديال الحوار بين الاديان، فيها نصارى فيها كاثوليك فيها يهود فيها وفيها 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 وفيها. هادو جوج النقطات، وداك المجمع ديال العالمي اليهود عندهم اتصال بيا ماشي كعامين او لا، اتصال على الحوار، لان انا جيتي فاسيليتاتور ديال ساحل العاج بوندون 4 ans في لا كريز اللي كيعرفوها العالم كله ديال الحرب الاهليه. انا اللي صلحت بين لوران باغو قبل ما يتسجن في لاهاي وألساندرا من وطرا رسميا من الامم المتحده، وسيدنا كيعلم كل هذا. انا الاساس في لي زاكور ايفوارو ماروكان ميكس، انا هو هذاك علمتك اخا نوش، انا علمتك ومن انذر فقد اعلن. النقطه الثانيه ملي كنهضر مع المغاربه اليوم نقول لكم بسرعه، انا عندي واحد من رجال الاعمال غير واحد مغربي اللي مشارك في جوجل، جوجل مشارك فيها في الكابيتال ديالها وهو براسو كابيتال، ما نقولش سميتو لان ما يدخل معنا في المؤتمر العالم كله يشوفه، العالم كله غادي يشوفه. انا عاد انتهيت من الكلام معاه، عنده المحتوى ديال لاجوندا ديالو ديال البورتفوي ديالو ديباس لي 7 مليار دولار، هذه ديالو، وعنده لي زانفيستيسمون في الطائرات في قطر وغيرها دي زانفيستيسمون، وعنده الترخيص من صاحب الجلاله للمشاريع ديالو، هذه يجيب طائرات وكيخدم مع لاسيديا وافريقيا كلها، وانا الراس ديال الحربه ديالو، انا ماشي مستشار، انا هذا العبد الضعيف الفقير الحقير، وهذو المشاريع ديالنا اللي غادي يدخلوا المغاربه، وهذه خدموا في التالي ديال هذه السنه 50 الى 150 الف هادي عطوا منصب شغل، ماشي ديال الموقف لا ديال العيش الكريم. ندائي هذا كله وقد سمع من جميع المغاربه في العالم، كل المغاربه في العالم انا عارفهم معايا ومعاكم والاحرار ومع أخي المناضل الحر من أوائل أوائل قبل 20 فبراير وغيره، الرجل الطاهر والنزيه الدكتور عبد الرحيم بوعيدة، ومع ناس أخرين تقولوا لي دكتور الأخور كتهضروا على رضا الطنجلي على الصحافي حميد وعلى كثير الدكتور عزيز غالي، هادو كلهم معنا هم احرار، ولكن ما كنزلموش عليهم وما كتسمح لهمش المهن ديالهم دابا ولا بوزيسيون ديالهم باش يدخلوا بواحد الوجه هما داخلين اصلا، ولكن كلنا معا. ونستشير حتى لهذ الساعه انا كنت باستشاره مع ناس احرار مع اخي اللي دخلت. المهم عندنا هو إنقاذ الأمة المغربية. الأمة المغربية ما بقاش عندها قيادة صراحة، لأن التيارات كتبين لكم كل نهار أن الأوامر الملك لا تطبق، وأن أكثر من هذا هادو ضد حتى الملك، لا يعتبرونه ولا الأمن ديالو ولا حتى حاجة ديالو من السلطات ديالو. هانتوما كتشوفوا ما نحتاجش نفسر لكم، راه باين عين.
إنما اللي كنقول بعزة الله ومحبة رسول الله وقدرة الله. والله عزيز أخنوش المنصوري القجع البقية كلها بن كيران اللي تأمرت علينا في 20 فبراير، كلكم أقسم بقدرة الله العزيز الجبار الواحد الأحد، هذا اليوم أنا والأحرار والله إحنا ما هاديش نترككم، والله العظيم ما نخليكمش من الآن تنعسوا، والله العظيم إلى هادي نحكمكم وهادي نحاسبكم. وأحيي عدد كبير من القضاة الأحرار المغاربة، تحية لكم قلوارفو، عدد كبير من القضاة المغاربة وجل أغلبية المحامي، أحييكم وإلى الأمام، أحييكم وإلى الأمام وإلى الأمين الأمام. راه الشعب قايم، شوفوا الروينة عاود هذا الصباح في الرباط وفي مناطق أخرى، والتعسيف والضرب ديال الناس. دابا هذه دولة بوليسية ماشي حكومة فقط، الحكومة هذه ضربة بها الله، هذه دابا الدولة كتمنع أن هذه دولة بوليسية. وأنا أندر أخي وصديق السبا سي عبد اللطيف الحموشي، أندرك يا أخي، دير صوتك من جنبك ودير عينك ميزانك، الدور أنت اللي مكلف به والدور ديالك كإنسان مؤمن كما أعرف ونزيه، ورد بالك الأوضاع اللي جاية لا تبشر بخير، لا تبشر بخير أبدا. نحن نرتقب، نحن نرتقب وننتظر الملك، كنهضر على الشعب كله، كنهضر عليا أنا وكنهضر على الأحرار، نحن ننتظرك يا صاحب الجلالة، نحن ننتظرك يا صاحب الجلالة، نحن ننتظرك يا صاحب الجلالة. الكيل طفح، ما بقاش كتهمنا ولا كتواسي المغرب ترقيعات ديال الحكومة، هادو كلهم ملحدين، هادو كلهم إقطاعيين، هادو كلهم لا ديمقراطيين ولا بشر ولا إنسان. ونحن قد أندرنا، وهذا من أواخر وآخر إنذار، اللي سرقتي 162 مليون دولار ديال لاكاس دو كوبيراسيون فرونسيز في مراكش في العمادة ديالك كلية، الشاكات لو دوبل ديالهم 7 معايا، سمعتي؟ ولكن المسؤول عليك، المسؤول دابا اللي هو ولا وكيل وكلاء الملك، ولا هو البوليس المغرب، وهو النيابة العامة، وهو السجون، وهو الملك، وهو المغرب كله، هو أخ ولد أخنوش. ولد أخنوش ما يدوزلكش هذه أبدا، هذه هي النهاية ديالك، هذه التصفية ديالك، ما تعطيش الحق، ما تحاورش، ما تعطيش حقوق، ما تعترفش بمهنة الأطباء اللي والديهم عصوا الروح ديالهم باش كبروهم وقراوهم، هذه التالية ديالك. أنا كنقولها لك بدون ضحك وبدون مزح، كل محامين هيئة المحامين ديال المغرب معاي، راه عندي ديجا التوقيع ديال أكثر من 282 ديال هيئة المحامين المحاميين كلهم معاي بالوثائق، ماشي على طلبة الطب فقط، ولكن هذه هي النقطة اللي هرقت الغراف. صاحب الجلالة ولو أمكننا نراه حتى خارج المغرب، إذا أمكن سنراه حتى خارج المغرب، باش هذه تمشي عندنا التوقيعات ديال الأمهات ديالهم وديال الآباء ديالهم وديال المغاربة كلهم، والتجمع ديالنا، التجمع ديالنا أقولهم ألف مرة مليون مرة، هو تجمع الشعب المغربي، هذه ما هتدوزلكش أبدا، هذه النهاية، سي لا فان دي فان، با لو ديبي، لا فان لا دي فان، فهمتي؟ باش هذه تتحاكم، أو سيدنا يحاكمنا أو يعدمنا. إلا سيدنا كان عاجبو الحال اللي واقع للمغاربة والطلبة ديال الطب وكل الكوربوراسيون ماروكان، إذا كان عاجبو الحال سيدنا اللي قلنا رشيد العمارتي والشعب، أنا عاجبني الحال، أنا اللي عطيت الضوء الأخضر لهذا الشيء، ولهذا أنا حكمت عليك بالإعدام قبل هذا الشيء. وما عدا هذا انتهيت أنت عزيز أخنوش، سي لا فان دي فان، والشد بالله، والشد بالله، كل الأمهات ديال طلبة الطب يقفوا معنا، وهذا نعطيكم موعد بعد دخول صاحب الجلالة، هذا نقفوا بأبوابه وأعتابه الشريفة، وسلام الله عليكم.